اسمي دينا فاضل. كنت الأول اتولدت وعشت في إنجلترا مدة طويلة، وبعدين جيت مصر من 10 سنين، دخلت على الجامعة الأمريكية، درست فن وتسويق. يعني دايما بحب أسأل ليه دي معمولة كده زي الأطفال، وعش كده الأطفال معروف إنهم ممكن يبقوا بيبدعوا أكتر من الواحد لو بيبقى خلاص تحط في صندوق. كنت بشوف قواعد الشاي، كنت دايما بشوفهم مرصوصين فوق بعض ومحطوطين في الكورنر ومش فيش اهتمام بيهم. طب هما ليه في درج؟ ليه بيطلعوا بس لما الضيوف بتيجي؟ فقلت طب خلاص انا عايزه اعمل كوسترز قواعد الشاي تتحط جنب بعض وتبقى تتحط جنب بعض وتبقى فخور بيها لما تحطها على الترابيزه بتاعتك، تدي لمسه فنيه. هي فكرة بسيطة ابتديت بيها، ما كانش عندي رأس مال كبير، ولا كان عندي مكان، ولا كان عندي experience of a business woman، ولا أي حاجة. مجرد حد عنده فكرة أو عنده أفكار ونفسه يطلعها. دخلت معرض، الحمد لله جالي فيدباك حلوة قوي، وكتير اشتروا هدايا عشان ياخدوها برا، وشوية اشتروا لمصر. قلت أوكي موضوع الحمد لله، الفكرة نافعة، خليني أعمل ديزاينز أكتر، خليني أعمل كمية أكتر. قلت طب مع أوعد الشاي إيه اللي ممكن تعمل؟ فكرت أعمل صينية، والفكرة جت مني أنا ككاستمر، أنا كنت عايزة الحاجات دي لبيتي. الواحد لما يفكر في بيزنس shouldn't think اللي هو أنا البيزنس مان، أنا هعمل منتج عشان أبيعه للشعب، لأ أنا واحدة من الكاستمرز. الناس اللي بتطلب مني حاجات ساعات بيبقوا ساكنين في اماكن بعيده، او انا ما عنديش سواق او كده، فسوق دوت كوم بيتعاملوا مع ارمكس، فبياخدوا الحاجه مني ويوصلوها للكاستمر. واحسن حاجه سوق دوت كوم عملوها كان الاونلاين ستور، فده مش بس سرع البيع على سوق دوت كوم، ده عمل لي براندنج، ادى المشروع طول. لازم ابتدي ادور على مكان. انا دلوقتي بشتغل من البيت بقالي سنه، والبيت بقى مخزن. الرساله اللي انا عايزه اديها لاي شاب او شابه عايزه تعمل مشروع، اهم حاجه ما تخافوش. كلنا بنخاف، مش عارفه ليه، هيحصل ايه؟ يعني هيحصل ايه لو نزلت حاجه ما عجبتش الناس؟ ولا حاجه، نزل حاجه بدلها. لازم تعرفوا كويس قوي ان المشوار صعب، مش هضحك عليكم، ممكن تلاقي انه المنتج مش شغال، ممكن اي حاجه. لازم تفكر في حلول ولازم تكمل المرحله دي، ولما تكملوا لحد الاخر بالصعوبه هتلاقي فعلا الموضوع مجزي.